أفاد مراسلنا بدخول 90 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية عبر معبر رفح اليوم، ليصل عدد الشاحنات الذي دخل إلى قطاع غزة أكثر من 1300 شاحنة، فضلا عن دخول 4 شاحنات وقود، ليصل عدد شاحنات الوقود إلى 15 منذ السماح بدخول الوقود، بالإضافة لخروج عدد كبير من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح.